أعزائي الطلبة المرحلة الثالثة، نرحب بكم اليوم في مختبر القوى والضغط العالي. تجربتنا اليوم Power Task Machine Line Performance Study. Power Task Machine Line Performance Study تجربة ضمن تجارب السيت الثانية. التجربة Power Task Machine Line Performance Study هي تكملة للتجربة اللي أخذتوها بالسيت الأول Power Task Machine Line Model Study. اللي اخذنا بوقتها درسنا الموديل وعرفنا البارامترز الموجوده بخط النقل، هي عباره عن مقاومه بملف بمتسع، وعرفنا شلون نربطها بحيث ناخذ سنجل فيز وناخذ اي خط من ذني الخطوط، هذا الخط الاول او الثاني او الثالث بكيفك، او خط، وهذا البارد، هذا يرجع من هنا البارد، والمتسع اذا ربطنا الخط الاول نربط المتسع الاولى لان هذا متصل، ما طول هذا الخط يعني ما طول متصل. فدرسنا خط النقل وعرفنا تاثير البارامترز على الفي ريسيفنج، صح لو لا؟ بحيث قلنا من حسان مشغل من مسلطين فولتيه في سينتج 50 فولت، وخط النقل هو عبارة عن ميديم ترانسميشن لاين تظهر بها تأثير المتسعات اللي هي الباي. فالفي ار سألناه هنا انه تصعد لو تنزل، فشفنا بالتجربة انه الفي ار تصير اعلى من الفي اس في حالة خط النقل ميديم او لونج ترانسميشن لاين في ريسيفينج اوبن، ماكو يعني هنا في حالة انه يكون الفي ريسيفينج اوبن، ف ظهر انه الفي ريسيفينج اعلى من الفي سي عندك. واخذنا التجربه وتفاصيلها وحساباتها الاي والبي والسي والدي، وقارناها بدائره التو بورتس، وخلينا مره دائره اوبن ربطنا فولت ميتر بعدين ميتر، وطلعت النتائج بالتجربه السابقه. اليوم تجربتنا شنو الاضافه فقط؟ تجربتنا الاضافه فقط احسب القدره. اليوم حندخل بالقدرة، شلون القدرة اللي تسري بخط النقل؟ ما هي القدرة التي تسري بخط النقل؟ عندنا اثنين من القدرة احنا اللي تسري بخط النقل، قدرة فعالة البي وقدرة فعالة الكيو، هذني يسرن بخطوط النقل. فهذني إلي التأثير، بمن تتأثر وشنو يعني الفائدة البي وشنو فائدة الكيو؟ احنا نرجع ونقول انه تجربتنا هي بيفورمانس ستدي، انه حدرس هنا تاثير سريان القوة بخط النقل. يعني القدره احنا لازم اول شيء نعرف عندنا القدره الحقيقيه البي والقدره غير حقيقيه او غير فعاله الكيو. ليش سميناها بالبي والكيو؟ العفو الحقيقيه غير الحقيقيه. البي بمن تتاثر؟ هي دائما تتأثر بالريسيستيف بيور ريسيستيف، مقاومة نقية، بحيث انه القدرة حتنقل من السيندينج البي الى الريسيفينج في حالة وجود احمال، يعني حتتحول الى طاقة ثانية مثل الاضاءة والحرارة. ليش؟ لان الريسيستيف بيور الفيس شيفت بين الفولتية والتيار، هي شنو الفولتية والتيار؟ حيكون صفر، فحاصل ضرب البي حيكون دائما موجب، يعني من دائما موجب، يعني القدره قاعد تنقل من السيندينج الى ريسيفينج قاعد تستهلك جميعها بالاحمال. بينما القدره غير فعاله الكيو، القدره غير فعاله لا، بما تتاثر؟ تتاثر بالملف وبالمتسعه، فدائما اكو بالملف لاج وبالمتسعه التيار يتقدم ليد، فهنا صار عندنا فرق طور زاويه، فحاصل ضرب تأثير الزاوية ما حيكون دائما موجب، حيكون مرة بالموجب يكون مرة بالسالب، يعني هي مو قيمتها سالب لا، انه القدرة قاعد تنقل من المصدر الى الاحمال وترجع من الاحمال للمصدر، يعني قدرة متذبذبة. بس الكيو انا اقدر اتفاداها، اقدر اتخلص من عندها؟ لا ما اقدر، لان الاجهزة الحثية تحتاج مجال مغناطيسي، فالكيو جدا مهم في الاجهزة الحثية، ما اقدر انا اتخلص من عندها. بس تاخذون ان شاء الله يعني بصف رابع شلون نقلل من الكيو بخطط النقل، انه اضيف متسعات على جانب الاحمال، احسب الباور فاكتور فاقلل الكيو بخط النقل، دا اقلل الخسائر بخط النقل، فحستفاد من عدها جانب الاحمال على مدية تعوض الكيو.
احنا تجربتنا احنا هذا بشكل عام، انت ترجع لستيفنسون تراجع، ترجع بها مصادر، تتوسع شوية بالقراءة، كذلك بالجانب النظري تستفادون من عدها. تجربتنا قلنا اذا انا من قلنا حدرس القدرة الحقيقية وغير حقيقية بخطوط النقل، فانا لازم احسبهم. شلون احسبهم؟ قلنا المقاومة اللي موجودة هاي هي حتمثل لي انه القدرة الحقيقية اللي حاصل ضرب الفي ريسيفينج في تيار المقاومة، تطلع البي ار. الكيو ار شلون؟ حاصل ضرب الفي ريسيفينج في تيار المتسعة اللي انا هستخدمها بهاي الدائرة. يعني الدائرة نفس الحالة، احنا اليوم التجربة نفس الحالة، هي هم اختبار الخط النقل. شلون اسوي اختبار؟ اضيف احمال على خط النقل، بس هي مو لود. يعني شباب احنا خلينا نفرق، هذا مو لود هسه اللي انا حخليه على خط النقل. خط النقل اكو اشوف تاثير زياده مثلا المقاومه، اخلي مقاومه على خط النقل، اخلي متسع على خط النقل، اخلي ملف على خط النقل، واشوف شنو تاثيرها على الفي ريسيفينج وشنو تاثيرها على البي والكيو. فهاي نقطه مهمه، احني ما عندي هنا احمال، هذا خط نقل وليس خط توزيع. خط النقل دا اسوي اختبار عليه، ارجع شلون سويت اختبار عليه؟ هذاك كان شنو الاختبار بالتجربه السابقه على الفي ريسيفينج عن طريق تاثير البارامترز. هنا لا، هنا حسوي اختبار على خط النقل، بس شنو اضيف احمال؟ مره مقاومه اشوف شو يصير على الفي ريسيفينج وش يصير على البي والكيو، ومره اخلي ملف، مره اخلي متسعه. فاسوي اذا اشوف اختبار على خط النقل شو حتتاثر الفي ار. احنا هنا تجربتنا حاحسبها القوانين، حاحسبها هسه نرجع للبروسيجر حتى تعرفون شلون تحسبون البي ار والكيو ار. التجربه من ايدي نشغلها نرجع، لازم نقل البروسيجر شباب، لازم اي تجربه تسويها ترجع تقل البروسيجر. البروسيجر اكيد انت عندك ملزمه، تقرا بالملزمه تلاحظ شنو النقاط اللي احنا حنشتغل عليها. اوكي نرجع، عندنا قانونين حسابة البي ار والكيو ار. البي ار عندي البي ار 3 في ار، لانها طبعا مال 3 فيز، احنا قاعد في ار شوف الاي ار تيار المقاومة، والكيو ار هو حاصل ضرب الفي ار في التيار المتسعة، وعندي هنا الزاوية الكوساين عن طريق هذا القانون، تستخدموه هذا القانون. اوكي كذلك تستخدمون الباور انجل نفس الحالة، هاي القوانين موجودة مذكورة بالملزمة. شوف احنا بالتجربه السابقه ليش اخذنا الاي، طلعنا الاي يعني حسبنا نتائج الاي والبي والسي والدي، هذني على مود استخدمها بحساب مخطط القدره الباور دايجرام، قلنا له فائده ثانيه. بس هاي هنا انا ما حستخدم هذا القانون، حجي استخدم هذني القوانين اللي موجوده بالعمليه، يعني حتى نقلل شويه من التجربه، لان يعني التجربه بها نتائج يعني حسابات تقريبا، هي التجربة اللي وحيدة شوي حساباتها فيها أكثر من حسابات يعني. فأنا أرجع على التجربة، أنا البروسيجر قاري، البروسيجر شو يقول كتجربة حتى أنت من تجي تشغلها؟ أنه لازم من أسلط في اس لازم الفي ار يساوينا الفي اس، هاي أول حالة. عند إضافة الأحمال على خط النقل اللي هي مثلا أسا أنا بالتجربة حضيف مقاومة ومتسع، فأنا لازم من أضيف هذين الاثنين لازم عندي الـ VR يساوينا الـ VS بثبوت الـ VS. أوكي الأجهزة اللي موجودة نفس اللي أجهزة طبعا شباب، هسه احنا يقول انت ليش رابط رأسا ربطت، مو هي التجربة يعني نفسها الـ Power Transmission Line Model Study، بس ضفت عبارة عن أحمال توازي ويا خط النقل. دائما تنضاف احنا كل أحمالنا هي توازي على خط النقل، ضفتها متسعة، ضفت المتسعة هسه انا جاي هذا هنا متسعة توازي، والخط الثاني اوصله هنا، وعندي هذا المقاومة هنا، وهذا هنا الطرف الثاني هنا توازي، ما عندي فد مشكلة. يعني انت ما معقولة توصل صف ثالث ما تعرف شلون تربط التوازي والتوالي، التجربة فقط عبارة عن اضافة الاحمال واستخدامات الاميترات. نجي كتجربة حتى تعرف شلون تربطوها، نفس الحالة حد الآن احنا دا نشتغل مثل تجربة البورتاس ميشن لاين موديل ستدي، عندي هاي المحولة. اوكي
عندي هنا الباور انالايزر، اجيب لي وايرين من المحوله ادخلهم بالباور انالايزر، هذين هنا اثنيناتهم، هذا الباور سورس باور سورس. الباور سورس يعني هذا التجهيز مال محوله، جهزت هنا من المحوله. اطلع بعد للموديل حار بارد، هذا الواير الاول اوديه هنا، هذا هنا، والواير الثاني هذا اخليه هنا نفس الشيء. هسه حد الان نربطه هنا، اربط بعدين شنو اكمل البارد، هذا البارد اجيب واير هذا من هنا اجي اربطه هنا اوكي، واجي بناء انه انا دا اشتغل ميديوم ترانسميشن لاين، فاضيف المتسعات هنا وضفت المتسعات هنا. تجي شنو بعد؟ انا ايش اريد احسب؟ قلنا اريد احسب البي والكيو، اذا لازم احسب تيار المقاومه والتيار المتسع حتى اضربه في الفي ار تطلع لي البي وتطلع لي الكيو. فلازم ايش اخلي ويا المقاومه والمتسعه؟ اخلي ويا المقاومه اميتر بالطريق اوكي، ومن الاميتر ارجع لهنا للموديل فقط. ضفت يعني براس الان هسه اقدر اربطهم، اجيب واير طرف هنا التوازي والطرف الثاني هنا، بس هي لا، انا احسب تيار، فخليت اميتر توالي ويا المقاومه وهذا التوازي وياها ضفت هنا. المتسعه نفس الحاله، طبعا المتسعه هنا انا ضفت دخلت قيمتين ثلاثتين حتى تزداد، بس خلينا نبدل هذا الواير. سبدل هذا حتى دخل قيمتين اوكي. نفس الحالة جبت من المتسعة خليت أميتر، هذا المتسعة جبت خليت طف أميتر بالطريق، ومن الأميتر يرجع توازي ويا الموديل اوكي. أنا شنو النتائج اللي عندي حاسب؟ النتائج اللي عندي حاسب الـ VS أوكي، والـ VR، والـ Voltage Drop، تيار المقاومة، تيار المتسعة، وقيم الـ C. إن شاء الله أنزلها ويا التقرير حتى تأخذون النتائج مالته. من أبدأ أشغل هسه أول حالة أنا، باعتبار ماكو احمال نو لود، شوف فاصل هذا الطرف فاصلهن، فاذا حصير عندي الفي اس 50 والفي ار 51، هاي مثل التجربه. هسه انا شو اسوي؟ ابدي ادخل الاحمال على خط النقل، اجيب هذا الطرف اربطه توازي وياه، وهذا الطرف الثاني اجي اربطه توازي وياه. هسه شنو صار عندنا؟ هسه صار عندنا طبعا من ربطت الاحمال، شوف صار تيار المقاومه موجود، تيار المتسع صفر، ليش؟ لاني بعدني مطفيها. اول حساب هسه للتجربه، اول هسه ابدي انا شو اسوي؟ ارجع ابدي احسب التجربه، ابدي النتائج مالتها. قلنا الفي اس والفي ار والفولتج دروب وتيار المقاومه والتيار المتسع. فانا اول قراءه هسه اجي اشغل المتسعه، اول قراءه للمتسعه هي 1، طبعا هاي لها قيمه نفس الحاله حنزل قيمها. اول حاله قراءه 1، شو اسوي عندي؟ ارجع هذا لازم اسويه 50 لان هنا السبلاي مالتي فولتي قليله فحيصير بيه هبوط 50 ف هنا شو اسوي هسه؟ ارجع اسوي الفي ار نفس الفي اس، اسوي اغير بالمقاومه الى ان خمسين، شوف شباب هاي 50 50 بخمسين، هاي من اساويها صارت 50 هناك. شوية بدي اقلل هنا اثبتها
تصير 50 50 50، وهنا 50. طبعا احنا بالعملي شلون نسوي الفي ار نفس الفي اس؟ شلون اسويها؟ انا اضيف احمال مثل المقاومه، بس المتسعه هي اللي تساوي الفولت، يعني مو المقاومه، هي المتسعه هي بتساوي. بس انا بالمختبر المتسعه اللي عندي يسموها باند كاباسيتي، يعني تداريجها ثابته 1 2 3، كل واحد الى قيمه، مو سموث، يعني تداريجها قليله. بس عندي المقاومه تدريجاتها سموث متغيره، فاساوي عن طريق الفي ار نفس الفي اس. فهاي النقطه تبون عليها شباب. يعني انا بالتجربه اضيف حمل المقاومه، اوكي، طبعا من حمل المقاومه الفي ار تهبط، اوكي. فشون اساوي الفي ار نفس الفي اس؟ اجيب المتسعه، اغير بقيمه المتسعه بحيث الفي ار تساوينا الفي اس. بس هنا الكاباسيتي اللي عندي يسموها بانك كاباسيتي، قيمتها يعني ثابته لها قيم، مو مثل المقاومه، هنا مقاومه متغيره، فبالمختبر دا استخدمها على مود اساوي الفي اس نفس الفي ار. فانا هسه حاليا مو ثبتت، ثبتت الفي اس نفس الفي ار، اجي اخذ القراءات الفي اس. طبعا هنا هم تسجل البي اس، اوكي، وعندك الفولتج دروب، وهنا تيار المقاومه، وهنا تيار المتسعه، وهذا الفي ار. اوكي، هاي اول قراءه. اجي اغير القراءه الثانيه، اغير بالمتسعه، اخليها اغير قيم، يعني اعطي قراءه، قلنا احنا المفروض اغير بالمقاومه، بس هاي المقاومه انا ما عندي يعني بها تداريج متغيره، فاغير بالمتسعه. اجي بعدين شو اسوي؟ اشوف ابدي اساويها، خمسين بوينت تسعة، ارجع اسجل القراءات من جديد، ارجع اسجل القراءات من جديد، اسجل الفي اس، فولتج دروب، التيار المتسعة، تيار المقاومة هذا، وتيار المتسعة. نفس الحالة اجي اغير، انطي قراءة ثالثة للمتسعة، اجي الفي اس نفس الفي ار، الفي اس نفس الفي ار. طبعا هنا القراءات تبدي تصعد بعد الفولتي، لان التيار حيصير اعلى طبعا لان القيمة ازدادت. هذا هنا التيار المقاومة، التيار المتسعة. فالشباب، وهي طبعا بعد عندنا ناخذ قراءتين، قلنا ورقة النتائج ان شاء الله تنزل. فالتجربة كالاتي، اولا نفس الحالة، احنا كل الخطوط النقل نسوي عليها اختبار. اسوي شلون الاختبار عليه؟ اضيف احمال، بس خلي نفرق، هذا مو لود، يعني مو جهة الاحمال مثل الموجودة بالمنازل واللود، هذيك غير، يعني غير دائرة، هذاك تحسين الباور فاكتور. انا هنا عندي خط نقل، دا اشوف القدرة اللي قاعد تسري بخط النقل. طبعا خلي اصفر بعد اطفي. احنا نشوف القدرة، والقدرة بمن تتأثر، بيا حمل حثي سعوي ريسيستيف، اوكي، قاومة يعني. فهنا اضيفهن، طبعا اضيف المقاومه تتاثر بالبي، اضيف المتسعه والملف تتاثر بالكي، وهاي شغلات مهمه انت لازم ترجع تقراها وتشوف تاثيرها بالنظري وتتوسع بالثيراجه وستيفنسون، يعني لازم تقرا مصادر. هذا بشكل عام. بينما اللي يخص التجربه، نعيد الربط من جديد. انا عندي محوله، هذا استخدمه، قلنا شنو الباور انالايزر، على مود يعوض لي عن فولتيه وتيار، يعني يعوض لي عن جهاز يمن بني، اوكي، للباور سورس من اللود. يجي يكمل، يجي يطلع طرف هنا، هذا الطرف الثاني، هذا واير يكمل لهنا، اوكي، الطرف الثاني يجي للبارد، تمام، هذا يجي يكمل البارد هنا. انا دا اربط ميديوم ترانسميشن لاين، اضيف المتسعات، اوكي، الفولتج دروب قلنا وين يصير؟ دائما على طرفي الممانعة، هاي الممانعة عندي مقاومة وملف، وهذا الواير مالتها التوازي، هذا التوازي، اوكي. نجي هنا، هنا شوي مرات الطلاب يعني يدخون، مو يدخون بربط، بس يسألون شلون نربط هذا شنو هذين. طبعا مقاومتين مربوطات توالي، زودت قيمتهم، بس انا شنو اربطهن؟ اربطهن دائما هيني ربطهن توازي ويا الاحمال، فهذا الطرف يربط على